سلام، ان شاء الله يا بي تكونوا كاملوا بخير وصحتكم لاباس واموركم هانيه. وحاجه ما خاصتكم مادام راكم تفرجوا فيا، حاجه ما هي خاصتكم. المهم بلا ما نطول في المقدمه، فيديو التصديره اللي طلبتوه مني خاصه في الانستغرام كي نحط تصويره تاع العرس تاعي، لحقوني بزاف دي ميساج التصديره تاعي نعتيها لنا وين درتيها بشحال. المهم كامل التفاصيل اليوم تعرفوها، اتهلاو فيا بالجام ولي كومونتير وصلوا على حبيبنا وشفينا محمد عليه الصلاة والسلام. راح نبداو مع الكراك، وهذا اللي هبلتوني عليه في الانستغرام. درته في اللون الاسود باش يبقى اكبر وقت ممكن وما نكرهش منه، لانه كما تعرفوا الاسود ما يروح ما يجي، يبقى ديما على مود. طولت باش حطيت لكم فيديو تصديره باش نعطيها حقها ونصورها لكم بالكاميرا تاع كوكي بينك، لانه على بالي كون صورها بالتليفون ما راحش تجي الصوره هذيك اللي حبيتها وما راحش تخرج تصديره باهيه. شوفوا لي التفاصيل، يعني الصوره تحكي وحدها، شباب بزاف وتعمار والخياطه متقن ولا غلطه فيه. الخيط دايرته على اربعه يعني بسيف باش يطيروا الحجر اللي فيه، وكل شيء بالحر. منين شريته كيفاش درك نخبركم. كنت شريته من واحد البوتيك في الانستغرام، طلعته سبيسيال ليا، يعني ماشي مشري هكاك من الحانوت راح تناقصتو هزيتو، لا لا، عندهم بزاف دي موديل شابين بالسيف باش خيرت هذا، والالوان تاعهم كامل ملاح. المهم هذا البوتيك نورمالمون من بير خادم، وانا كيما تعرفوا من ميلا، ريسك كبير درتو وبصح الحمد لله كانوا قد كلمتهم. دفعت لهم العربون مع الاول، عطاوني واحد النمره تاع وحده وعيطت لها في الفايبر، خدات لي القياسات، وبعد شهرين كملت الفيرسمو وجبته مع شركة يالدن، يعني عادي جدا ما صراحة حتى مشكل. وبزاف بناتي بعثوا لي يقولوا لي كيفاش ومنا وخايفين ومنا، نقولكم ما تخافوش، انا تاني اول مره يعني نبعت دراهم هكا كبار لوحده ما نعرفهاش، واول مره ندير هاد المغامره، تقدروا تقولوا مغامره والله. بصح الحمد لله كانوا قد كلمتهم، كيما قلت لكم خدمتهم متقونه ما في حتى غلطه، داروه لي سيغ طاي. انا برك هنا ضعفت شويه ولا يجيني عريض. بالنسبه للسروال التحتاني ماما خيطته لي، عطيتها الموديل وخرجته لي كيما راكم تشوفوا، هذا هو. لبست في رجلي مع هاد لي سكاربان والبوشيت هذه، درك مع الاخير نهضروا فيها بالتفصيل منين شريتهم وبشحال. لاتوني الدوزيام قفطان في البلون كاسي ومعمر بالفير كيما راكم تشوفوا، هذا الثاني شباب بزاف لبستو، سيرتو وحده هكا تيجي طويله يجيها بزاف شباب. لا سانتيور تاعو ما عجبتنيش بزاف، فاش شريت له هذه تاع حديد نعتها لكم قبل في فيديو خلاف، لي مانج تاعو جايين ترونسبارو، اكيد ما راحش تلبسو البودي تحتو كيفي. انا كي تصدرت نحيتو اكيد هذه باينه، يعني من تحت جاي لارج ستيل اللي نحبو، جايتي شفاف من الفوق ومن تحت جاي بروكار هكا اسمه نورمالمون القماش. هذا تاني كنت شريته من صفحه في الانستغرام، درك نحطها لكم في المونتاج وشوفوه من البوس، هذا هو. لبست مع هاد البوشيت في البرونز، مانيش حابه نحكي عليها لانه في الاخر تاع الفيديو راح نحكيو عليها بالديتاي، مع هاد الصندال كيما قلت لكم في اخر الفيديو نخبركم التفاصيل بشحال شريتها ومنين. هاد القنطورة ما تقدروش تشوفوا الجمال تاعها حتى تلبس مع الشعر اكيد، والمكياج تحفة، راح نحاول نعتها لكم بالتفصيل. هذا هو الصدر تاعها من القدام، جاي كيما هاك مطروزة من قدام ومن ورا اكيد. وهادو لي مونج تاعها اجمل حاجة فيها، متقونة لواحد الدرجة ما نحكي لكمش،
جايه سيغ طاي ومن تحت لاغج مطروزه حتى الفوق كما راكم تشوفوا، يعني كلش باين تاع ولا غلطه. كنت شريتها من واحد العسل في الانستغرام من بجايه، انسانه تهبل، عجبتني بزاف المعامله تاعها، وكنت خايفه بزاف ما توجدها ليش الوقت، بصح وفات بالوعد وبعثتها لي في الوقت. درك نحط لكم اسمها هنا ونعت لكم القنطوره من بوزها. دورك نعد لكم من الداخل كيفاش مخيطه الخيط، دايرته على اربعه، تصدرت فيها ما طاحت منها حتى حجره، كل شيء بالحر. شوفوا لي حتى الداخل ومطقونه، ما تلقايش فيها هكا خيوط طايحين ومخربشه ومعمره بالخيوط، حتى من الداخل ومطقونه، يعني تعطاها الصحه، خدمه هبل. اللي تزيد بلوزة وهراني في اللون الأحمر، كنت متمنيتها في لون خلاف، هو لكن بما أنه جابوا لي تيسي في واحد العيد، يعني أهل الزوج هما اللي جابوا لي تيسي، فقررت نديرها في الأحمر. التصديرة الوحيدة اللي خيطتها للأم تاعي، الصدر تاعها أنا عمرته، شريت سلعة من حانوت من ميلا، جاي في رود بن مسيعود، يبيع فيه راجل، هاد السيد ناس ملاح بزاف، عاوني فيه، بدا نعدل كيفاش نعمر وأنا كملت، وكيما نفهمش حاجة نديلو يعاوني يعني. وهذه هي النتيجة، بزاف شباب، السلعة فاتتلي في المليون، غالية شوية سلعة تاع التعمار. وحطيت معاها هاد لاسانتيغ نفسها تاع القفطان، وهذه هي. هذه ما نقدرش نلبسها لكم لانه هاكم تشوفوا فيها لي مونج تاعها قصار، فتخيلوها ملبوسه. الجلابه هذه مش تاع تصديره، لبستها في صباح العرس كي جيت من عند الكوافوز، كنت نعتها لكم في الانستغرام وانا نخدم فيها، ووعدتكم نعتها لكم كي نكملها. تعبت بزاف فيها، التعمار مش سهل خلاص، بصح نقصت على روحي، لقيتهم يتباعوا غاليين بزاف، فقررت نخدمها وحدي، جبت فيديو من يوتيوب وخدمت كيفها، سهله خلاص يعني، بصح التعب هكا ظهرك توجعك هاكم فهمتوني. اذا حابين تعلموا روحوا اليوتيوب، تلقاو بزاف دي فيديو تاع المغاربه يديروهم، اكتبوا تعلم التعمار او تعلم التنبات، راح يجوكم بزاف دي فيديو، تقدروا حتى ديروها كمشروع وتخدموا وتبيعوا. وهذه هي النتيجة، انتم خبروني في التعليقات واش رايكم في خدمتي. درك لي بوشيت واش لبست في رجلي مع تصديرتي، مع الكراك لبست هاد لي سكارفان، كنت شريته من بوتيك في ميلا، درك نعطيكم اسمه هنا، شريته في اخر لحظة ب 450 نورمالمون، والبوشيت هذه من نفس الحانوت ب 150 برك. نعطي لكم شوية تفاصيل، كما تعرفوا اني نحب التصوير، راح تلاحظوا باللي نركز على التصوير اكثر من التصديرة.
البوشيت هذه الثانيه كنت شريتها من واحد الحانوت في ميلا، عنده دي بوشيت بزاف شابين. كي دخلت عنده ما لقيتش واش نخير، فينالمون خيرت هذه، عجبتني هذه لخاطرش كيما نحب نلبسها، عندها تو فيس، خلصتها 250. ومعها هاد الصندال في البرونز شريتها من القرار من لاسيتي، كيما قالوا غدوا يجوا يديو الشورى، شريتها انا في الدقيقه 90 بالسيف باش لقيت واش يخرج مع تصديرتي. خلصتها بلاك 350، ستيل جديد وشاب بزاف في الرجل كيما راكم تشوفوا، الصوره تحكي وحدها. الى هنا نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو، هذه هي تصديرتي، درت ربعة. خبروني في التعليقات واش رايكم فيها واش رايكم في التصوير، خاصة التصوير واش رايكم فيه. اذا عندكم انتقاد تفضلوا باش نحاول نحسن من الفيديوهات القادمة، وشكرا على التعليقات تاعكم الباهية، نحبكم بزاف وتهلاو لي في رواحكم، والى الملتقى في امان الله.